أمس ومن غير سابق أي إنذار فجأة كذا من حيث لا تعلم إعلان قوة جهاز الإكس بوكس القادم وشيل يا وحش مواصفات تخلي الواحد فعلا مفجع غير طبعا الميزات اللي فعلا شيء صراحة أسطوري حشارككم كل التفاصيل طبعا هذا الفيديو ما أدري للأمانة استعجلت فيه لأنه أخبار دسمه كالعادة حتاخذ مني وقت طويل جدا في الشغل فقررت أشارككم في هذا المقطع مواصفات الإكس بوكس ووضع البلايستيشن وسكوتهم الغريب في الفترة الأخيرة فاستمتعوا. السلام عليكم كيف حالكم؟ شاركم طيبين ومبسوط. أول شيء حاب أعتذر على المقطع اللي أمس فيه خطأ كان المفروض تكون فيه مقدم بس يلا ما نعرف إيش اللي صار بالضبط مرة ما انتبهت ما علينا اللي ما شاف المقطع يروح يشوف المقطع. أما مقطعنا اليوم حيكون عن جهاز الإكس بوكس الجاي اللي فجأة حبوا كذا مايكروسوفت يكبون عشاهم ويشاركون التفاصيل كلها لجهازهم الجاي مو كلها لأنه في كلام كثير إنه هذا كل اللي معلن ولا شيء بالنسبة للشيء اللي ما تم الإعلان عنه. طبعا هذا من كلام المطورين اللي وصلهم أو وصلتهم خلنا نقول أجهزة الجيل الجاي ويب لا تستغرب لما أقول لك الجهاز فعلا صار يمكن تقريبا بقوة أجهزة البي سي إذا ما كان أقوى في بعض الحالات. حشارككم زي ما قلت التفاصيل هذه كلها عشان لا تاكلني على قولتهم. فقبل لا نبدأ اشتراك اللايك ولا من هذا كله طبعا نشر استمتع. امس ومن غير سابق اي انذار فيل سبنسر على موقع اكس بوكس الرسمي شاركونا تفاصيل جهازهم الاكس بوكس سيريس القادم. كنت بقول سكارلت بس خلاص تعلم صراحة منكم. على العموم خلونا ندخل اول شيء في مواصفات قوة بطاقات الرسومات او كرت الشاشة. طبعا قوة الجهاز حتوصل تقريبا 12 تيرا فلوب يعني خلينا ابسط لكم قوة الاكس بوكس سيريس القادم يعادل 8 مرات من قوة جهاز الاكس بوكس العادي وجهاز الاكس بوكس 1 اكس يعادل تقريبا الضعفين يعني مرتين يعني الجهاز اللي عندك الاكس كانه جهازين هي هذه قوة جهاز الاكس بوكس الجاي. بالنسبة لوحدة المعالجة طبعا او السي بي يو خلينا نقول يعتبر اقوى باربع اضعاف اجهزة الجيل الحالي وطبعا هي من نوع زين 2 ببنية ار دي ان اي 2 من شركة طبعا AMD نسخة متطورة وهذا طبعا بيأثر على عوالم الألعاب خصوصا لما نتكلم عن المساحات الكبيرة والواسعة. نجي للمواصفات الثانية اللي شاركونا إياها واللي حتساعد الجهاز بشكل أفضل وأقوى وأتوقع هذه هي نقطة قوة أجهزة الجيل الجاي إنه السوفتوير والهاردوير لما يكون من شركة واحدة فشيء طبيعي وسهل كمان عليهم إن يحطون ميزات إضافية بعكس لما يكون جهاز بي سي مجمع من كل شركة فبالتالي ما تحصل إنه في ميزات خاصة فيه زي ما صاير مع الجهاز حاليا الاكس بوكس او زي ما بنسمع كمان لجهاز البلاي ستيشن 5. على العموم في تقنية اسمها NVMe هذه حتكون مدمجة مع الـ SSD او خلينا نقول الهارد سكات الخاصة بأجهزة الاكس بوكس هذه حتساعد انه الجهاز يحمل بشكل اسرع من الهارد سكات الموجودة في الوقت الحالي اللي هي الـ SSD يعني هو الـ SSD اصلا سريع اتخيل هذا حيكون كمان اسرع مع هذه التقنية. طبعا الجهاز حيقدر يوصل ل 120 فريم وهذا الموضوع في يد المطورين ف يلا نبغى نشوف 120 فريم على اجهزه الكونسول. انا عارف على اجهزه البي سي من زمان وصلوا وتعدوا كمان لكن على اجهزه الكونسول موعدين كمان انها حتوصل. تقنيه باسم ريت شيدنج طبعا هذه التقنيه بتساعد انهم يطوروا ويحسنوا من اشكال الشخصيات بدون ما انه يضر في عالم اللعبه او معدل الاطارات داخل اللعبه وهذا الشيء بنلاحظه اكثر شيء على العاب العالم المفتوح لما تكون في شخصيه بتفاصيل جدا عاليه بتحس انه بياخذ وقت احيانا عشان تفاصيله تكون اكثر وضوحا فبالتالي تنعكس كمان على البيئة اللي حوله لانه تاخذ وقت الى ما تحس كذا انه كل الصورة تقريبا او خلينا نقول اللي انت قاعد تشوفه يصير عندك واضح. الان لا حيكون هذا مفصول حيكون هذا مفصول يعني الشخصية حتكون واضحة وعالم اللعبة حيكون واضح بدون ما انه المعالجة تاخذ وقت وهذه كمان من الاشياء اللي هم كمان ذكروها انها تأثر على معدل الاطارات يعني بتلاحظ فيه هبوط في الفريمات لانه لسه الجهاز بيحاول يلحق يرندر بيحاول يلحق يحط لك الاشياء لانه مو ملحق مع قوة الالعاب. تقنية الانستنت ريزم سبورت طبعا هذه التقنية فكرتها بكل بساطة انه اي لعبة بتلعبها قبل كذا وسيبتها ورحت لعبت لعبة ثانية لو رجعت حترجع تكمل اللعب بدون ما تحس انه في لودنج يعني فعليا كأنك موقف اللعبة هذه قبل شوية ورجعت تلعبها رغم انه ممكن تكون العاب كثيرة انت لعبتها بعد كذا وهذا السر بيرجع لهارد سكات الاس اس دي المطورة
اللي قاعدين او المتطور اللي قاعدين يستخدموها في الاكس بوكس الجديد. التقنيه الاخيره اللي معانا اليوم على الاكس بوكس اللي هي السمارت ديليفري، وهذا فكرته بكل بساطه انه لما تشتري لعبه خصوصا الالعاب الحصريه، وطبعا على كلام فيل سبنسر حيكون الموضوع مفتوح لكل الشركات اللي حابين يستخدمون هذه التقنيه، انه اللعبه لما تشتريها مثلا على الاكس بوكس خلينا نقول 1 مثلا ورحت انت تبي تلعبها على الاكس بوكس 1 اكس، حتحصل اللعبه موجوده معاك وتلعبها على طول بدون ما انك انت تشتريها للمره الثانيه. فهذه التقنيه حتكون متواجده، الحصريات حق الاكس بوكس ما يحتاج، مجرد ما انت تشغل اللعبه حيفهم الجهاز انك انت تبغى تلعبها على الاكس بوكس 1 اكس، وحيفهم انك انت تبغى تلعبها على الاكس بوكس 1 مثلا سيريز او على الاكس بوكس 1 مثلا اوريجينال. على العموم الجهاز حيدعم كل اجهزه الجيل القديم من يوم ما بدا الى وقتنا الحالي، يعني انت تحط اللعبه تلعب وهو حيفهم انت على اي جهاز قاعد تلعب. التقنية دي ان شاء الله حتبدا في لعبة هيلو انفنت الجديدة، وبعد كذا طبعا في كل حصريات الاكس بوكس الجاية. الحين تقعد تتساءل عن الاسعار، وده للاسف الى الان ما شاركونا شيء، لكن اتوقع والله اعلم ما شاركونا التفاصيل في الوقت هذا الا بلاي ستيشن عندهم شيء خلال اليومين الجاي، واحس كذا قبل نهاية الشهر بيعلنون عن شيء. خلونا نخش دحين في بلاي ستيشن عشان تعرفون ليش انا حاس في الفتره دي. حاجه لازم تحطوها في البال قبل لا نخش في موضوع بلاي ستيشن، حاليا الاكس بوكس سيريس اكس يعتبر اقوى من كروت شاشه جي فورس ار تي اكس 2080 سوبر، واللي يوصل تقريبا 11.15 تيرافلوب. الاكس بوكس سيريس اقوى منه، طبعا في كروت شاشه اقوى منه بعد كده، بس بيكون الفرق جدا بسيط زي ما انتم شايفين قدامكم. فهذا كله على الورق، وهذا طبعا مقارنه طلعت من موقع بي سي جيمر، عشان انا ماني ناقص الامانه حد يجيني ويقعد يجادل لانه المعلومه هذه ما هي من عندي، بس صراحه على الورق الجهاز جدا وحش. بالنسبه للجهاز البلاي ستيشن 5 وموعد صدوره، لانه في ناس رابطينه بالكورونا ورابطينه ممكن بالاشياء اللي قاعده تصير في الفتره الاخيره من احتمال يتاجل الجهاز. حسب التصريح الاخير اللي جانا من هوروكي توتوكي نائب الرئيس والمدير المالي في شركة سوني بفرعها في اليابان، في كلامه مع المستثمرين اتكلم على انه الجهاز ما راح يتأخر وحيتم طرحه في موعده المعتاد زي ما صار قبل 7 سنين. متى التوقيت هذا ما اعرف، بس زي ما انتم شايفين التصريح بيقول وقت ما تسنح لهم الفرصة. في ناس كثيرين متوقعين انه بلاي ستيشن ساكتين على اساس بيشوفوا اكس بوكس ايش عندهم وبعدين هم بيكبوا عشان، وفي ناس بيشوفون الاكس بوكس واضح انه حيكون اقوى من اجهزة البلاي ستيشن 5 وهذا اللي مخلي بلاي ستيشن تتأخر. في النهاية ما ندري، بس فعلا التأخير هذا تحسوه غريب من بلاي ستيشن. بس على العموم المفروض بلاي ستيشن يعلنوا على الجهاز خلال هذه الفترة في الشهر ذا بالتحديد فبراير زي ما صار قبل تقريبا مع البلاي ستيشن 4، او ممكن في الشهر الجاي من مارس او على بداية فبراير بالكثير. بالنسبة للمعارض تقريبا اغلب الشركات سحبوا على المعارض الجاية، والسبب زي ما انتم عارفين موضوع الكورونا اللي منتشر في الفترة الاخيرة، وهذا اللي مخلي الاغلب شارد من موضوع الايفنتات، واتوقع حتى E3 حينسحب عليه بسبب الناس ما تبغى تختلط مع احد ثاني مع المرض ده، لايك فينا شر وبس وننتهي منه. اخر خبر ونختم معانا فيه براءة اختراع جديدة اكتشفها موقع ريسبون فيرست عن جهاز البلاي ستيشن 5 للكنترولر، انه حيكون في نفس مسكات الكنترول خلينا نقول في اليمين في اليسار، كنت بجيب لكم كنترول، يعني خلينا نقول في المسكتين هذه، في المسكتين هذه تخيلوا حيكون انك انت تقدر اليد بكل بساطة تستشعر نبضات القلب، العرق، الاشياء ذي، وتنقلها الاشياء الحيوية الى داخل جهاز البلاي ستيشن 5، وبناء عليه حيجمع داتا او معلومات بيعرف وضعك داخل اللعبة، وبيسلم هذه المعلومات في الغالب للشركات ممكن حقت الالعاب او البلاي ستيشن نفسهم كشركة، على اساس يعرفون ايش قاعد يصير معاك بالضبط، وممكن هم طبعا حيستفيدوا من المعلومات هذه. بس بشكل عام هذا الشيء حيساعدهم في انه الجهاز نفسه حيعرف اذا انت فعلا متوتر معصب قافلة معاك لدرجة انه يعني فلتت اعصابك وانت قادر تتعدى المرحلة اللي موجودة في اللعبة، فبالتالي ممكن يخفف عليك اللعب. فحلو كان الجهاز يسايسك كذا ويحاول يقول لك لا تعصب خلاص احنا نقدر نخليك تمشي في المرحلة دي. والله احس الكلام على الجيل الجديد صراحة صار كثير وكبير، واتمنى انه اشوف الشيء ذا قدامنا على اساس الناس تبدا تصدق، ولو انه انا صراحة متحمس كمان زيكم اني اشوف بنفسي. فيعطيكم العافيه في المتابعه، اشوفكم مقطع جدا قريب في قناه وموقعكم في جي اي فور اي، خليكم متابعين الموقع عشان تكونوا اول باول مع اخبار عالم الجيمز. مع السلامه.